السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تین کلمات صبح شام ضرور پڑھیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی. کلمات ہیں: اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.